السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع إن شاء الله سوف نشرح موضوع التاجر، يعني أي شخص مرض يظهر عنده التاجر بهذه الطريقة راح يظهر التاجر أوريدي بعد أنت ما تختاره على الطريق الخارطة، يعني بالطريقة العادية أنك تختار تروح المكتب أو البريد تفتح الرسالة، بعد ما تفتح الرسالة راح تعمل عصابة، بعد عصابة راح تظهر لك تفتح رسالة، بعد رسالة تظهر لك في الخارطة موقع التاجر. المهم هذه الطريقة العادية كمبدأ، ولكن شو اللي حدث؟ اللي حدث اني انا فتحت التاجر، بعد ما فتحته هو بيطلب منك انك تضرب مربع. طبعا لاصحاب البلاي ستيشن 4 ما راح يطلب منهم فلوس، بيكون مكتوب له زيرو سبائك ذهب، في الاكس بوكس راح يكون 15 سبيكة. المهم في حالة إن إذا أنت ما ضغطت مربع وانتهى العرض السينمائي هو راح يتركك وما راح يصير أي شيء. الحين وين راح تحصل التاجر؟ التاجر هذا راح تحصله موجود في المخيم. حلو، في المخيم تروح في المخيم وتحصله موجود هناك. شو تعمل؟ الحين تشوف الفيديو هذا، أنا عملت الحركة إنك تروح تشتري منه ولو أي شيء. أنا اشتريت من عنده عدة أشياء، بعد ما اشتريت من عنده على طول فتح لي المهمة اني اجيب عربة. بعد ما تفتح المهمة يعني عبارة خلاص التاجر راح انه التاجر تفعل، وهذا المقطع راح يكون شرح لهذا الموضوع. العملية سهلة جدا، انك تروح الكامب تبعك، بعد ما تروح الكامب تشتري اي حاجة من كريبس اللي هو التاجر، وان شاء الله راح يتفعل عندك التاجر وتبدأ التجارة معه، طبعا الصيد وغير الصيد. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار الرجاء الكتابة لنا في الديسكريبشن، ولا تنسى الاشتراك في القناة واللايك ونشر المقطع للأصحاب، إنه كثير ناس تسأل عن هذا الموضوع وكنت أنا واحد منهم، ولكن اليوم الحمد لله اكتشفت المشكلة أو الطريقة المناسبة عشان ترجع التاجر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Interesting choice. Just say the word. أخيراً فتح.
مرحبا. Cripps Trading Company is officially up and running. So get out there and do some hunting. Time for us to make our fortune. I need some luxury and repose in my twilight years. If there's a fellow on this green earth that deserves a drink more than me today, I'd like to meet him. Anyway, don't let me keep you. بعد